انا عايز بقى الكلام منكم، تعبت كتير قوي يعني، اتبهدلت لما تقول لا. جربتها من اول الشهيد زمان خالص لما كانت لسه بدري، كنت باخد الورديه من العمال اللي جه ورديه 50 جنيه فبيطلع عليها حاجات ب 50 جنيه وقعد معانا هنا برضه بربيط. انا خدت الحياه دلوقتي، انا حبيت موضوع التكتيك من زمان، بس لما شفت لقيت في تطور شويه ان انا عايز اشتغل في مجال السياحه. معلش كل واحد برضه اللي عنده مسؤوليات وحاجات كده. اشتغلت فتره في مسؤوليه السياحه شويه، واشتغلت هنا شويه، واشتغلت هنا مع العرب، مع الاخوه العرب السعوديين والكويت والحاجات دي كلها. ابتديت نفسي واحده واحده. طبعا قابلت ناس كتير قوي، اللي يقف جنبك واللي ما يقفش جنبك، واللي يبيعك واللي يخدمك وده وده وده. بس الحمد لله ربنا كرمني باثنين اخوات، اولهم أكرم طبعا أكرم محترم محمود أبو علي، من الأخوات المحترمين جدا، ناس تعمل اللي نفسي أنا اللي بحب أنا كتير عليهم. أي حاجة تانية بقى بيقولوها الناس في الشارع أو السواقين التانيين المفضلين لينا مثلا، كل الكلام ده لازم تعاشروا الناس اللي تفهموه من الأول. وأقعد أقول لكم من الأول، اتنين تتعاشروا الناس،